جميلة صباح وإحساس صباح برفقة كل المشاهدين اللي بيتابعونا عبر شاشة الشروق الفضائية. أهلا وسهلا بكم، صباح جميل وصباح لكل الصناع والزراع في بلادي. نهاية أسبوع أتمناها سعيدة عليكم وكل الناس اللي بتصطحب برمجتنا من بداية الأسبوع إلى الآن يوم الخميس. نتمناه أسبوع كان حافل بكل ما يرضي المشاهد العزيز. بنسعد إنه نتواصل معاكم من خلال استضافاتنا ومن خلال الضيوف اللي بنجيبهم، وأيضا كمان المواضيع اللي بنتناقش من خلالها. أكيد تواصل سعيد بيجمعني أنا وإنتم خلال ساعة ونصف من الزمان. تابعونا وابقوا معنا، وبداية إطلالتنا عبر صباح الشروق مع واحدة من الأغنيات مهدى لكل الناس اللي بتتابعنا في السودان وخارج السودان. أهلا وسهلا بكم.